تمام. زمان قلت المحاضرات اللي فاتت ان احنا عندنا 4 انواع من الامبليفاير اللي احنا سميناهم، اللي هو شنط امبليفاير، حاجه اسمها الشنط سيريز، وحاجه اسمها السيريز سيريز، وحاجه اسمها الايه الشنط سيريز خلاص، او اللي هو الفولتج امبليفاير والكرنت امبليفاير، وقلنا الترانس ريزيستنس امبليفاير، وقلنا الترانس كوندكتنس امبليفاير خلاص. واتفقنا كده في اثباتات المحاضره اللي فاتت، قلنا لا على حسب الاسم إذا كانت المقاومة الانبوت هتزيد أو هتقل، وكذلك في الاوتبوت. يعني لو قلنا أول نوع اللي هو الشنط شنط مثلا، قلنا في حالة الشنط شنط معناه إن مقاومة الدخل هتقل ومقاومة الخارج كمان إيه؟ هتقل خلاص، وكلها هيقلوا بمقدار كام؟ 1 زائد الإيه في البيتا خلاص؟ طيب نفس الكلام لما أقول كلمة سيريز، معنى كلمة سيريز معناها إيه؟ إن المقاومة هتزيد، بس هتزيد بقيمة قد إيه؟ 1 زائد الإيه في البيتا خلاص؟ كل الكلام ده كنا بناخده ايه بلوك دايجرام، يعني كنا بناخده بلوك دايجرام ونبدا ايه نشوف الدايره كبلوك دايجرامز. النهارده بقى عاوزين نشوف تحليل الدايره لما تجيلي كترانزستور او اوب امب او الكلام ده كله خلاص. تعالوا كده هنبدا مع بعض. اول سلايد اللي هي اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي، هنبدا باول نوع اسمه السيري شانت. واللي مش شايف قوي من الورق ده، الورق ده انا واخده من كتاب اسمه مايكرو الكترونيك سيركت، ده كتاب اسمه سيدرا، ده المرجع الرئيسي اللي احنا شغالين يعتبر شغالين منه. هتلاقي في اخر الشابتر اللي هو شابتر 8 اللي هو الفيدباك، هتلاقي عندك سامري لكل الانواع وازاي تشتغل كل نوع، وبعد كل نوع في مسائل، وبعد كل نوع في مسائل. اسمه كتاب اسمه سيدرا، هو مشهور قوي بالاسم ده خلاص. طيب الحاجه اللي عاوزك تعرفها قبل ما نعرف الكلام ده اهو، بص يا حضرات الجدول الكبير اللي متظلل ده، ويا ريت الناس تتفاعل معايا لان المحاضره الى حد ما تقيله شويه، فالناس ايه تحاول ايه ترد عليا لو في حاجه مش مفهومه او اي حاجه. في عندك بس ممكن حضرتك تكبر، بس ممكن ايه تكبر، اكبر ممكن حاضر اكبر حاضر كده وضحت معاكم، كده وضحت معاكم كبير اه اكتر تمام. تمام. طيب تعالوا بقى نبدا نشوف الـ الرسمه الاولانيه اللي هي دي. بصوا الجدول فيه حته مقطوعه من الجنب، يعني الجدول المتظلل اللي مرسوم، وفي جدول جنبه انا كاتبه بخط ايدي تمام كده. اللي انا كاتبه بخط ايدي ده الصف الاولاني اللي هو اول عمود، ده الفولت الفي ماشي كده، والصف الثاني ده الكرنت خلاص، الفي والاي، الفي والاي عشان بس الناس ايه اللي هي ايه مش هتشوفها. في عندك جزء كده في واي، الصف الاولاني الفي والصف الثاني اي خلاص. طيب اول حاجه عندك السيري شنط اللي هنبدا بقى ناخده كده نوع نوع. لما بقول سيري شنط بقول ان انا في عندي جهد في الدخل وجهد فين في الخارج، زي ما انت شايف انا كاتب في العنوان كده فولتج وفولتج خلاص. طيب ازاي احسب كل اللي انا عاوز اوصل له؟ انا عاوز احسب قيمه الار انبوت وقيمه الار اوتبوت زي القانونين اللي مكتوبين قدامك فوق الجدول اللي هو ده، يعني عايزك تحسب قيمه الار انبوت وقيمه مين الار اوت خلاص. قال لك الار انبوت ادى الموديل بتاعه اللي هو بقى هنخش الجدول، ادى الموديل بتاعه قدام حضرتك اهوت. انت هترسم البيزك امبليفاير، ويا ريت لو حد معاه ورقه وقلم يكتب الكلام ده، يعني لو عاوزين تكتبه تكتبه، طبعا هو بقى متسجل في الفيديو. يعني اول حاجه خطوات الحل ايه؟ خطوات الحل ايه؟ 1، اول خطوه احدد مكان الفيدباك بتاعتي فين خلاص، يعني اشوف الفيدباك بتاعي ايه في الدايره، عباره عن ايه، مكانه ايه، ار واحد وار اتنين، يعني اعرف مكانه ايه بالظبط في الدايره خلاص. الخطوه الثانيه تحدد نوع الفيدباك، اذا كانت سيري شنط ولا اسمها شنط سيريز خلاص كده. يبقى الخطوه اللي بعدها احدد نوع الفيدباك اذا كانت سيري شنط ولا شنط سيريز خلاص. وممكن انا اسهل عليك في الامتحان وادي لك النوع، يعني ادي لك النوع الفيدباك خلاص. طيب بعد ما حددنا نوع الفيدباك يقول لك ايه بقى، خد الفيدباك دي، خد الفيدباك دي طلعها لي بره الدايره خالص، افصلها من الدايره، من دايره الامبليفاير كلها خلاص. طيب بعد ما اخدها من دايره الامبليفاير كلها هعمل فيها ايه؟ قال لك هتحسب لي حاجتين اتنين، حاجه اسمها ار واحد واحد وحاجه اسمها ار اتنين اتنين تمام. ايه ار واحد واحد وايه ار اتنين اتنين؟ قال لك لما تيجي تحسب ار واحد واحد هتيجي من ناحيه اللي راجع للامبليفاير اللي هو الجزء بتاع البيتا في الفي اوت، يعني الجزء اللي راجع من الفيدباك، والناحيه الثانيه منها تعمل شورت سيركت، يعني هنعمل من جهه شورت سيركت ومن جهه ثانيه هنعمل، هنيجي نبص نشوف المقاومه الكليه بتاع الدايره كام، هتلاقي ار واحد واحد تاني، ناخد الفيدباك بره الدايره
خلاص، ونعمل من جهه الدخل بتاع الفيدباك شورت سيركت، وابص من جهه الخارج بتاع الفيدباك، واحسب القيمه الكليه بتاع الدايره اللي هي موجوده عندك اللي هي R11. خلاص، يبقى الحساب R11 بفصل الفيدباك من الدايره، وباجي بعمل من جهه الدخل بتاع الفيدباك اعمل شورت سيركت، وبعدين ابص من الجهه الثانيه واحسب لها قيمه مين؟ R11. خلاص. طيب عشان احسب قيمه R22، يقول لك عشان تحسب R22 هتيجي تاخد الفيدباك برضو بره الدايره، وتعمل من جهه الخارج اوبن سيركت، ومن جهه الدخل بتاع الفيدباك هتبص تحسب لي قيمه مين؟ R22. خلاص. طب بعد ما حسبت R22 وحسبت R11، يعني حسبت R11 وR22، هترجع للدايره الرئيسيه، هترجع للدايره الرئيسيه اللي هي الرسمه الكبيره اللي قدام حضرتك دي، اعمل لكم بس ليزر بوينتر وابدا اشاور لكم عليها. هترجع للدايره الرئيسيه اللي هي البيزك امبليفاير ده، وتيجي تشبك معاها R11 وتشبك معاها R22. طيب بس هوصلهم ازاي؟ قال لي هتوصلهم على حسب الاسم اللي انت حاطه اللي هو سيريز شنط. لما تبقى سيريز هتحط R11 سيريز، وهي شنط هتحط R22 ايه؟ شنط في الخارج. يبقى الدايره الرئيسيه بيزك امبليفاير، وهاجي اشبك معاها R11 وهشبك معاها مين؟ R22. خلاص، على حسب نوع اسم الفيدباك بتاعي اذا كان سيريز ولا اذا كان ايه؟ شنط. خلاص. طيب وبعدين، طب المصدر اللي داخل، قال لك المصدر اللي داخل ده مش هيبقى اسمه في سورس، هيبقى اسمه حاجه اسمها في انبوت داش. طب اجيبه ازاي الفي انبوت داش؟ قال لك في حاله الفي انبوت داش حضرتك هتيجي تحط من الداخل بتاعك في اوتبوت داش كده، هتيجي تحط الاول، اسف لما تيجي تحسب البيتا، انا اسف بنحسب البيتا عشان هنستخدمها دلوقتي في الدايره، عشان تحسب البيتا بتاعه الفيدباك هتيجي من الدخل بتاع الفيدباك وتحط حاجه اسمها في انبوت داش، والخارج بتاعها في اف داش، وتحسب لي البيتا اللي هو في اف داش على مين؟ على الفي انبوت داش. خلاص، ويبقى ده قيمه مين؟ البيتا. طيب بعد ما جهزت الكلام ده كله انت عاوز ايه؟ قال لك انا عاوز احسب لك، تحسب لي ار انبوت وار اوت. قال لك القانون ده هيبقى ثابت معاك وهتحفظه جدا، هتقول لي ان الار انبوت بتساوي ار انبوت اف ماينس ار اس اللي هي المقاومه الداخليه بتاع المصدر اللي هو السورس بتاع الجهد بتاع الدايره. طيب الار انبوت ده عباره عن ايه؟ يقوم قايل لك الار انبوت عباره عن ار انبوت اف، وار انبوت اف ده اهي هتبقى عباره عن عشان سيريز هيبقى 1 زائد الاي في البيتا، 1 زائد الاي في البيتا مضروبه في الار انبوت اللي انت هتجيبها من هنا من الرسمه الكليه بتاع الدايره. خلاص، من الرسمه الكليه بتاع الدايره. يبقى بعد ما احط R11 واحط R22 هروح احسب حاجه اسمها ار انبوت، والار انبوت ديت زي ما بتشوفها من الدايره دي كده بالمنظر ده، هتيجي تبص وتشوف ار انبوت بتاعتك بكام، وبعد ما تحسب ار انبوت تقوم حاسب لي ار انبوت اف عباره عن 1 زائد الاي في البيتا مضروبه في الار انبوت، وفي نفس الوقت هتروح تحسب لي قيمه الار او، تحسب لي قيمه الار او، وتقوم قايل لي ان انا في حاله الشنط تقوم قايل لي ان الار او اف بتساوي ار او اللي انا حسبتها على 1 زائد الاي في البيتا، على 1 زائد الاي في البيتا. خلاص، يبقى تاني اجيب الخطوات تاني وبعدين نطلع على اكزامبل عشان نطبق عليه الخطوات دي. 1، الخطوه الاولى احدد مكان الفيدباك، 2 احدد نوع الفيدباك، 3 ابدا اخد الفيدباك بره واحسب لها واحسب منها 3 حاجات، احسب منها R11، احسب منها R22، واحسب منها مين؟ R واحسب منها البيتا. طب عشان احسب R11، عشان احسب R11 قلنا هنحط في الانبوت فيدباك شورت سيركت، وابص من الدخل، وابص من الدخل احسب R11 فيدباك، ابص اعمل اوبن سيركت من ناحيه الخارج، وابص من الدخل بتاع الفيدباك احسب R22، اجي عشان احسب البيتا احط كارنت سورس، احط فولت سورس في الدخل، وبعدين اجيب العلاقه ما بين الخارج بتاع الفيدباك اللي هو في اف داش على الفي انبوت داش، وده البيتا. بعد ما حسبت R11 وR22 والبيتا ارجع تاني للفيدباك مره تانيه، ارجع تاني للفيدباك مره تانيه، لما ارجع تاني للفيدباك احط R11 سيريز، احط R22 بارلل. خلاص، بعد ما حطيتهم احسب حاجه اسمها ار انبوت اللي هو ار اي والار او. خلاص، بعد ما حسبت ار اي وار او اروح بعد كده استخدم القانون ده، بس انا عاوز احسب ار انبوت اف، اقوم قايل ان ار انبوت اف في حاله السيريز 1 زائد الاي في البيتا في الار اي اللي حسبتها من هنا،
والار او اف واحد اسف ار او على واحد زائد الاي في البيتا من اللي انا حسبتها من الرسمه دي. يبقى انا كده حسبت ار انبوت تاثيرها مع الفيدباك والار اوتبوت تاثيرها بالفيدباك. خلاص الكلام ده كده سهل ولا صعب لحد هنا يا شباب؟ ها هو تمام، بس عايزين امثله بقى دكتور. ناخد مثال. تمام جدا، ناخد مثال. نرجع بقى لمين؟ للاكزامبلز اللي هو الشيت بتاع الاكزامبلز اللي انا حاطه. هي نفس المساله اللي محلوله هنا، هي نفس المساله. تعالوا بس نبص على الرسمه دي الاول وبعدين هرجع انا بالحل بالخط الايد بتاعي موضح خطوات كتيره، لان هنا الحل اللي في الورق واكل خطوات كتيره قوي من الحل. بصوا كده، ده انفرتنج ولا نون انفرتنج امبليفاير؟ يعني الرسمه اللي مرسومه قدامك دي، فين ده انفرتنج ولا نون انفرتنج؟ سيبكم اللي مرسوم جوه ده. الانبوت فين؟ مش ده الفي اس اهو داخل على الطرف الموجب صح؟ ده نون انفرتنج امبليفاير صح؟ ده اسمه كده ايه؟ نون انفرتنج امبليفاير. طيب فين الفيدباك بتاعك؟ فين الفيدباك؟ خد بالك انت معاك ار اس هنا خلاص، ومعاك ار 1 وار 2 اللي رابطه الخارج بالداخل مره ثانيه اهو صح كده؟ اللي رابطه الخارج بالداخل مره ثانيه. فهلاقي ان الفيدباك بتاعته هي عباره عن مين؟ اللي هو الجزء اللي متظلل ده اللي هو مين دلوقتي؟ ار 1 وار 2. ار 1 وار 2 حلو كده؟ هناخد بقى الار 1 وار 2 ونبدا نطبق عليه الخطوات بتاعتنا خطوه خطوه. تعالوا بقى كده ايه، نرجع للحل بتاعنا اللي هو الشيت اللي هو فيه اكزامبلز. هوقف بس الستوب شيرنج بتاع ده وابدا اعمل ايه شيرنج تاني على اللي هو السلايدز بتاع الاكزامبلز. ظهرت عندكم كده شباب الاكزامبلز؟ تمام جدا. بصوا ده النوع الاولاني اللي هو سير الشنط، الخطوات اللي انا قلتها هي خطوه خطوه اهو، انتوا فاهمين اللي انا قلته تاني اهو، بقول الدايره اهي هي نفس الرسم الورق بس ده بخط الايد. يعني عشان احسب قيمه ار 1 1 وار 2 2 قلت خد الفيدباك بره وتعالى من هنا حط شورت سيركت من جهه الدخل بتاع الامبليفاير الرئيسي او الفيدباك خلاص، وبعدين بص من هنا احسب لي قيمه ار 1 1 وبعدين حط اوبن سيركت واحسب لي قيمه مين؟ ار 2 2، وبعدين بعد كده خد الفيدباك واحسب منها قيمه مين؟ البيتا. خلاص طيب ادى المثال اهو، ده صفحه 26 ده صفحه 27 اهو، ده الاكزامبلز اهوت نفسه الانفرت نون انفرتنج امبليفاير. نون انفرتنج امبليفاير داخل عليه في اس تمام كده، وداخل عليه ادى الار اس، وده المقاومه الداخليه بتاعته الار انبوت ديفرنشال والميو في البي انبوت، وده الار اوتبوت، ده الموديل بتاع الاوب ام ده اللي احنا عارفينه من الترم اللي فات خلاص، وده معاك الفيدباك بتاعك ار 1 وار 2. اول خطوه ناخدها بقى خطوه خطوه عشان الورق ده موضح شويه. اول خطوه انا بقول لك خد مين؟ حدد مكان الفيدباك صح كده؟ حددنا الفيدباك هي عباره عن ار 1 ومين؟ وار 2 اهو، ادي الفيدباك بتاعتي ادي ار 1 وار 2 اهو خلاص. بقول لك خد لي الفيدباك ده بره، خدت الفيدباك ده بره اهوت اللي هو ار 1 وار 2. عشان تحسب ار 1 1 عشان تحسب ار 1 1 تعالى حط شورت سيركت. خد بالك بس الرسمه يعني ايه، فين ار 2 اهي وده ار 1 اهي. ار 2 دي متوصله مع مين هنا يا شباب؟ متوصله مع الفي اوت. يا ريت الناس تتفاعل معايا، قلت لكم لان المحاضره الى حد ما عاوزه ان انا احس ان انت فاهم خلاص. تاني بقول ادي ار 2 وده ار 1 اهو خلاص. انت هتحط شورت سيركت من ناحيه الخارج بتاع الامبليفاير الرئيسي او داخل الفيدباك. ده يعتبر داخل الفيدباك، اللي الناحيه اللي ده يعتبر داخل الفيدباك اللي هو من ناحيه الفي اوت. جيت حطيت من ناحيه الفي اوت شورت سيركت، جيت حطيت من ناحيه الفي اوت شورت سيركت اهو، وجيت بصيت من هنا من ناحيه الجزء اللي راجع للامبليفاير من هنا، شايف المقاومات ايه مع بعضهم؟ هلاقي اني شايف سيريز ولا بارل؟ بارل صح كده؟ فهلاقي ان ار 2 توازي مع مين؟ ار 1. مع ار 1، فبقت ار 1 1 اللي هما الاثنين المقاومتين توازي مع بعضهم خلاص. يبقى المقاومتين دول توازي مع بعض، ار 1 توازي مع ار 2. طيب ادى الفيدباك. الخطوه الثانيه بقول لك اعمل شورت سيركت من ناحيه الفي اوت، اعمل شورت سيركت اوبن سيركت اسف من ناحيه الفي اوت اهو. بصيت اسف تاني، بعمل اوبن سيركت من ناحيه الدخل اللي هو الفي اف اللي هو الناحيه دي ده، وابص من الناحيه دي، ابص من ناحيه الفي اوت، وابص من ناحيه الفي اوت تاني، بعمل اوبن سيركت من ناحيه الفي اف خلاص اللي هو ده كان مفيش حاجه متعلقه هنا، وابص من ناحيه الفي اوت اللي انا بشاور عليها دي،
طب لو بصيت من هنا هتلاقي المقاومات ايه مع بعضهم؟ سيريز. سيريز مع بعضهم، يبقى R1 سيريز مع مين؟ مع R2. يبقى R2 2 بقت عبارة عن R1 توازي مع مين؟ توالي مع R2. يبقى أنت دلوقتي حضرتك حسبت مين دلوقتي؟ حسبت R1 1 وحسبت R2 2. ناقص لك حاجة تالتة أنا قايلها في الجدول، قايل لك احسب لي قيمة البيتا، صح كده؟ طب أنا قلت هحسب البيتا إزاي؟ ده أنا بقول لك احسب البيتا عبارة عن حضرتك هتيجي تحطي لي فولت السورس هنا. فين الدايرة؟ هتحطي لي فولت السورس هنا أهو. هتحطي لي فولت السورس على الحتة دي. وتحسب لي الجهد اللي هو الـ VF اللي على R1 ده. إيه علاقته مع الـ V اللي أنت وصلته هنا اللي هو الـ V input dash. اللي هو يعتبر أو الـ V اللي داخل على الفيدباك. لو حطينا جهد، لو تخيلنا إن إحنا حاطين جهد هنا يا شباب. حاطين جهد هنا أهو. ايه العلاقه اللي بين الجهد على المقاومه ار واحد والجهد اللي داخل على جزء الفيدباك؟ ها لو بصينا كده تاني اعملها على الورق قدامك، ادي الفيدباك اهو ده فولتج ديفايدر صح؟ فولتج ديفايدر. يعني هقول ان الفي اف، الفي اف بتساوي الفي اللي داخله في ار واحد على ار واحد زائد مين؟ زائد ار اتنين. يبقى بالتالي ان البيتا بتاعتي بقت عباره عن ار واحد على ار واحد زائد ار اتنين. اهي ار واحد على ار واحد زائد ار اتنين. يبقى أنا كده حسبت التلات حاجات اللي أنا محتاجهم عشان أشتغل بعد كده في المسألة، اللي هم R1 و R2 2 وهي البيتا. يبقى أنا جهزت عشان أبدأ أخد خطواتي بقى في المسألة إيه؟ خطوة خطوة. طيب هاجي أرسم الموديل بتاع اللي هو الحتة اللي أنا بشاور عليها دي اللي هي R input differential وعليها خلاص ده من ناحية الدخل وده الميو في البي انبوت هو الكارنت سورس خلاص كده. طب وبعدين ابدا احط المقاومه ار 1 1 سيريز. حطيت المقاومه ار 1 1 سيريز اهي خلاص كده، وده الار اس اللي موجوده اصلا في المود وده البي اس اللي داخله اهي خلاص. وبعدين حطيت معاك ار 2 2 بارل، حطيت ار 2 2 بارل اهم وده الار ال اهي خلاص، وده اللود اللي موجوده اصلا في المود خلاص. طب لو حضرتك عاوز تجيب الجين الكلي بتاع الدايره اللي هو اللي اسمه الاي اف، الجين اللي هو اسمه في اي اف، اي اف ده عباره عن الفي او بالداش على الفي اس داش. حد يقدر يقول لي كده اربط قوانين ازاي؟ عاوز اجيب علاقه ما بين في او بالداش وما بين الفي اس داش. حد يقدر يقول لي كده؟ نبدا كده مع بعض يلا شباب. عايزين حد كده يقول لنا عايزين نربط في او بالداش مع الفي اس داش سلسله. هنجيب اول حاجه في او بالداش على الفي انبوت صح كده، هنجيب في او بالداش على مين؟ على الفي انبوت. وبعدين بعد كده نبقى نجيب الفي انبوت مع الفي اس داش. طيب ايه علاقه في او بالداش مع الفي انبوت؟ حد يقدر يقول؟ هي مكتوبه قدامكم اصلا بس يعني عاوزين نقول ليه 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 القانون ده طالع اللي انا كتبته كده. هيبقى الفولتج ديفايدر صح، فولتج بس على المقاومتين دول بارل مع بعض، يعني ممكن يتلموا في مقاومه واحده بس ويبقى اسمهم ار ال توازي مع مين؟ توازي مع ار 2 2، توازي مع ار 2 2. وابدا اطبق الفولتج ديفايدر، اقوم قايل ان الفي اوتبوت داش بتساوي الميو في الفي انبوت، ميو في الفي انبوت في ار ال توازي مع ار 2 2 على مجموع المقاومات اللي في الدايره اللي هي ار ال توازي مع ار 2 2 بلس ار او كده. يبقى ده كده جبت اول علاقه الفي اوتبوت داش مع الفي انبوت. اروح الناحيه الثانيه الاقي ان الفي انبوت هو انا ازاي حددت من الرسمه ان دي سيريز شونت؟ ما هو انا هقول لك ان انا هبقى قايل لك في المساله هي النوع ايه، سيريز شونت شونت سيريز. طيب ثاني حاجه مهمتك ان انت تطلع الفيد الار 1 1 الار 2 2 ار 1 1 الدخل بتاع الفيدباك هو اللي بيبقى شورت سيركت ولا الخارج؟ حاضر بص كده على الرسمه اهي، مش دي الرسمه دي الفيدباك اهي صح كده. فين دخل الفيدباك؟ مش الفيدباك احنا بنقول بتاخد اللي هو الخارج بتاع الامبليفاير، يعني الدخل بتاعها هنا. وفين الخارج بتاع الفيدباك؟ هنا اهو صح، اللي هو على الار واحد يعني اللي راجع. لما تيجي تحسب ار واحد واحد، لما تيجي تحسب ار واحد واحد هتيجي على دخل الفيدباك واعمله شورت سيركت، يعني الحته دي اعملها شورت سيركت كده، وده اللي انا عامله من ناحيه الفي او بشورت سيركت، بس يمكن الرسمه اتعكست بس خدت بالك تمام. وتيجي من عشان تحسب ار 2 2
هتيجي من ناحيه الفي ام اللي خارج الفيدباك تعمل اوبن سيركت اللي هو الناحيه دي وتبص من داخل الفيدباك. ماشي كده خلاص تمام كده ظهرت تمام ايوه تمام. طيب وبقى بعدين بقى احطهم سيريز واحطهم شنط ايه خلاص. طيب وبعدين احسب زي ما انا بقول كده هحسب ايه الجين الكلي بتاع الدايره اهو بحسب الجين الكلي بتاع الدايره تمام. طيب احنا وصلنا حسبنا علاقه ما بين في اوتبوت داش والفي انبوت. طيب عايزين نحسب علاقه ما بين في انبوت والفي اس داش. هنقول ان الفي انبوت بتساوي الفي اس داش خلاص مضروبه في الار انبوت ديفرنشال على الار انبوت ديفرنشال زائد ار اس زائد ار واحد واحد خلاص حسبناه. وبعدين لما نيجي نقسم الاثنين على بعض هنقوم حاسبين قيمه مين الجين بتاع الدايره بتاعي كله خلاص كده تمام. ده حسبت قيمه حاجه اسمها مين الاي حسبت حاجه اسمها مين الاي الجين اللي اسمه الاي خلاص كده تمام. طب واحد يقول لي يا دكتور انا عاوز احسب الاي اف عاوز احسب الاي اف اللي هو الجين بتاع الفيدباك. احنا عارفين ان الاي اف بتساوي ايه عارفين ان الاي اف اصلا بيساوي اي على واحد زائد الاي في البيتا صح كده مش ده اللي احنا كنا عمالين نثبته في او نقوله في المحاضرات اللي فاتت ان الاي اف بتساوي اي على واحد زائد اي بيتا. ادي معاك الاي وده معاك البيتا في اول الصفحه اهو ممكن احسب منه الاي اف على طول اللي هو اي على واحد زائد اي بيتا اقدر اجيبه منه على طول يبقى انا كده جبت الجين الكلي بتاعي خلاص. طب انا عندي مشكله ثانيه انا عاوز احسب الار انبوت والار اوتبوت الار او والار اي زي ما انت شايف كده الار اي واسف الار او اللي هو مع الفيدباك والثانيه اللي هو زي قوانين الار ان والار اوت. قال لك اول خطوه روح سيب لي روح احسب ار اي وار او من الدائره او هبص من هنا احسب ار اي شايف من هنا ار اي عباره عن ايه يعني شايف من هنا كده ار اي بتساوي ايه هتلاقيها ار اس زائد ثلاث مقومات سيريز مع بعضه ومن هنا الار او شايفهم ايه ار ال وار ار ال ودي توازن ودي تسير خلاص كده. طيب ارجع للقوانين اللي انا كنت كاتبها لك اللي هي عايزين نحسب الار انبوت اف قلت لك ايه سير الشنط ما دام سير الشنط سيريز يبقى تقوم ضارب الار اي اللي انت حسبتها في واحد زائد الاي بيتا خلاص. والار او اف ما دام شنط يبقى تقوم قايل ان هي ار او على واحد زائد مين زائد الاي في البيتا خد بالك الاي والبيتا انت حسبتهم خلاص وتقوم جايب القيمتين دول وتقوم قايل لي بقى قيمه الار انبوت عباره عن ار اي اف ناقص ار اس والار او اف 1 على ار او اف ماينس 1 على مين على الار ال. يبقى كانك الخطوات بتمشيها خطوه خطوه هي زي خطوات ثابته في كل المساله بس كلها مترتبه على بعضها. يبقى واحد احدد الفيدباك اثنين اطلع الفيدباك بره الدايره ثلاثه احسب ار 1 1 احسب ار 2 2 احسب البيتا كل ده من الفيدباك خلصناها ارجع احطهم ار 1 1 وار 2 2 على حسب نوع الفيدباك في الدايره وبعدين احسب الاي خلاص عايز تحسب الاي اف يبقى هو اي على 1 زائد الاي في البيتا وبعدين احسب ار اول احسب ار او وبعدين احسب ار انبوت اف واحسب ار اوتبوت اف وبعدين بعد كده نحسب قيمه مين ار ان والار او اف خلاص والار او الار اوت دي اسمها ار اوت انا اسف دي غلط مكتوبه غلط يا دكتور اللي هي في صفحه 29 ايوه بس سمحت بس حضرتك كنت كاتب الار اوتبوت كاتب ار 2 2 توازي مع الار ال توازي مع الار نوت في الورقه وحضرتك حالا قلنا لما نجيب الايكوفالنت بتاعها الار ال توازي مع الار 2 2 زائد ار نوت لا لا انا قلت توازي لحظه كده بص من هنا كده بص من هنا مصطفى انت الاول عشان تجيب ار او هتعمل ده شورت سيركت اللي هو اي مصادر جود شورت سيركت صح كده هتعمل ده شورت سيركت كده تعالى بص من الناحيه دي بص من الناحيه دي كده هتشوف ايه ار ال توازي مع ار 2 2 توازي مع ار او لان ده بقى شورت سيركت تمام تمام خلاص كده تمام. فده تمام. الخطوات ده الخطوات بتاع المسائل خطوه خطوه ده خطوات المسائل خطوه خطوه مفيش تغيير هي القصه كلها ان يعني انت هتحدد مكان الفيدباك فين وتشتغل مجرد كده بس. اقول تاني الخطوات تاني هعيدهم تاني. واحد حضرتك هتحدد الفيدباك هتاخدها لي بره وتطلع من بره من الفيدباك هتحسب ثلاث حاجات تحسب ار واحد واحد تحسب ار اتنين اتنين وتحسب البيتا. حسبنا الثلاث حاجات دول ارجع تاني للدايره الرئيسيه حط ار واحد واحد وار اتنين اتنين على حسب نوع الفيدباك اذا كان سيريز ولا شنط وبعد ما احطهم في الدايره احسب منهم قيمه الاي خلاص اللي هي علاقه ما بين الاوتبوت والام حسبت الاي بعد ما حسبت الاي اروح احسب بعد كده الار اي والار او خلاص
بعد ما حسبت ار اي وار او هتحسب لي ار اي اف وار او اف خلاص على حسب برضو نوع الفيدباك اذا كان سيلز ولا شنط. بعد ما حسبت الار اي اف والار او اف اروح احسب ار ان وار اوت خلاص يبقى كده المساله بتاعتك اتحلت. ها سهل الكلام ولا صعب يا شباب؟ دكتور المسائل كلها تبقى النوع ده بس الاختلاف في الخطوه الاخرانيه بقى حسب سير السير سير الشنط ولا هيبقى فيه نمط مختلف؟ هو الخطوات واحد، الخطوات هتبقى واحد بس على حسب النوع اللي هيجي لك بقى، على حسب النوع اذا كان سير الشنط ولا شنط سيريز ولا ايه بالظبط. تمام يا دكتور ماشي. بصوا بقى المساله هي اللي انت شفتوها في صفحه الاكزامبلز، المساله اللي انت شفتوها في صفحه الاكزامبلز اهي هي دي ار واحد وار اتنين طلعتهم بره. بعد ما حسبت بقى ار واحد واحد وار اتنين اتنين رحت حطيتهم ار واحد واحد، خد بالك وحاطط قيمتهم في الورق، حطيت لك ان هي ار واحد توازي مع ار اتنين، وهنا حطيتهم توالي مع بعضهم وبيبدا يشتغل الدايره وبيحسب القوانين عادي على طول مباشره. بعد ما حسب البيتا وحسب الاي راح حسب الاي اف، اهو حسب الاي اف بتاعك 857. وبعد ما حسب، بص انا عاوزك تلاحظ حاجتين دلوقتي من من الارقام اللي طالعه دي. الاوبن لوب جين بكام قدامك زي ما انت شايف كده في الورق اللي هو اللي انا هشاور عليه قدامك، اللي هو ده الاوبن لوب جين شايف طالع بكام اللي انا واقف عليه ده، شايفينه بكام يا شباب؟ 6000. لو الناس شايفه كده معايا 6000 فولت فولت تمام كده. طيب بعد ما حطيت الفيدباك نزل لكام؟ 857. يعني ده اللي احنا قايلينه اصلا من تاثير الفيدباك، بتقلب جين عشان ما اخشش ساتوريتد، ما اخشش ايه منطقه الايه ساتوريشن. طيب الراجل ده بعد ما حسب الاي والبي حسب الاي اف، بعد ما حسب الاي اف حسب الار اي اف اللي هي ار انبوت الار اي في واحد زائد اي بيتا، وحسب لك كمان بعد كده الار اي اف اهي خلاص، وبعدين حسب الار ان وحسب مين الار او. هو في المرجع دايما المرجع ده بالذات بياكل خطوات كتيره من النص، فتلاقيه بيقوم حاطط لك القوانين وتعويضاتها مباشره، ما بيديلكش التفصيصه جت ازاي للاسف خلاص. فانا اعمل ايه زي ورق اكزامبل تاني بوضح بيه خطوات حل المسائل ماشي. طيب بعد ما خدنا كده ده في مثال اهو، يعني ده صعب شوية، هناخد بس مسائل الشيت تركزوا عليها وخلاص، يعني ركزوا على مسائل الشيت وخلاص. الحاجة اللي بعد كده لو أنا بتكلم عن النوع اللي اسمه سيريز سيريز، بتكلم عن النوع اللي اسمه سيريز سيريز، في النوع السيريز سيريز حضرتك متوقع إيه اللي هيحصل في السيريز سيريز؟ ارجع بقى للجدول اللي أنا بقول لك عليه اللي هو كان في أول صفحة خالص، عشان لو أنت عاوز تعرف أنت بتعمل جهد شورت ولا سيركت ولا أوبن سيركت من الدائرة. انا قلت العمود ده للناس اللي ممسوح فيه اول صف فولت وتاني صف ايه تيار. سيريز سيريز ده معناه انهي نوع؟ يعني ده كورنت امبليفاير ولا ترانس ريزيستنس ولا ترانس كوندكتنس؟ حد يعرف يقول لي ده انهي نوع لما اقول سيريز سيريز؟ كورنت ترانس كوندكتنس. ها يا شباب سيريز سيريز ده نوع ايه؟ كورنت اللي هو ترانس، اسمه ترانس كوندكتنس ماشي كده، اللي هو ترانس كوندكتنس سيريز سيريز اللي هو ترانس كوندكتنس خلاص، اللي هو او ترانس ريزيستنس يعني، او اللي هو عباره عن ان انت حضرتك الفولت بتاعك اللي داخل جهد وبتاخد تيار، تاخد جهد بتدخل جهد وبتاخد ايه تيار متكبر خلاص. الحته بقى اللي انا قصدي عليها لما تلاقي في جهد في الدخل، لما تلاقي في جهد في الدخل ترجع هنا تشوف دلوقتي ان انا هحط شورت سيركت ولا اوبن سيركت. يعني لو حفظت الجدول ده بدل ما انت هتحفظ الرسومات اللي ورا اللي انا عمال اقلب فيها دي اللي هي دي خلاص هتقدر تجيبها على طول. انا اول خطوه حدد الفيدباك بتاعك، طلعنا الفيدباك اهي. بعد ما تاخد الفيدباك بتاعك خلاص كده، بعد ما تاخد الفيدباك بتاعك عشان تيجي تحسب ار واحد ار واحد واحد هتيجي تعمل اوبن سيركت، هتيجي تعمل اوبن سيركت من الناحيه دي خلاص. طيب وعشان تحسب ار 2 2 هتعمل اوبن سيركت برضه، يعني اذا في السيريز سيريز الناحيتين هعملهم اوبن سيركت خلاص. طيب وعشان احسب البيتا هتيجي تحط كرنت سورس، تيجي تحط كرنت سورس وتقوم حاسب لي قيمه الفي اف داش على الاي او. في اف على مين؟ على الاي او. في اف على الاي او تاني، في اف على مين؟ على الاي او. ده لازم تحفظ القوانين دي عشان حضرتك تبقى عارف العلاقات اللي بتجيبها ازاي. في اف على مين؟
على الاي او. بعد ما تحسب الكلام ده وتروح تحط المقاومتين سيريز في الدايره وتبدا تطبق القوانين دي اللي هي ار انبوت اللي الار اي ان اللي انت عاوزها ار اي اف ماينس ار اس والار او الار اوت بتساوي ار او اف ماينس ار ال. خلاص. طيب تعال ناخد مثال، تعالوا ناخد مثال علشان نشوف الكلام ده هيطبق معانا ازاي. ادي الرسمه اهي، بصوا كده في 3 ترانزستور مع حضرتك، في 3 ترانزستور مع حضرتك اهو. ادي 3 ترانزستور، فين الفيدباك بتاعتك؟ لو بصيت كده فين الفيدباك، هو طبعا متظللة قدامنا، فين الفيدباك؟ ها فين الفيدباك بتاعك يا شباب؟ ثلاث مقاومات اللي تحت دول اللي هم الثلاث مقاومات، ادي الخارج اهو ماشي كده التيار، لان ده الوحيده اللي رابطه ما بين ده وما بين الدخل، اللي رابطه ما بين الاي اميتر او الاي اوت زي ما هو كاتب كده على الرسمه والدخل تاني كمان مره. فده اهو التيار هيمر هنا، التيار لما يمر هنا هيتقسم صح، هيخش هنا جزء وهنا جزء، لما يخش هنا جزء هيجي هنا هو ويقوم داخل هنا جزء وهنا جزء، او مع الاي اميتر يتجمع ده مع ده ويمشي هنا، هيعمل لك جهد على الار اي. فتلاقي لما تيجي تعمل كيرشوف هنا هتلاقي الجهد اللي داخل على الترانزستور عباره عن الفي اس ناقص جهد الفي بي اي طبعا ناقص جهد الاميتر، فبالتالي ده جهد الفيدباك اللي راجع اللي هو موجود على مين؟ على ار اي. طب لما اخد الفيدباك ده، لما اخد الفيدباك ده بره، خلاص لما اخد الفيدباك ده بره كله اللي هي ار اي 2 وار اي 1 ومعاه الار اي، عاوز الناس كده لو ما قدامها ورقه تبدا تقول لي ار 1 1 هتطلع بكام وار 2 2 هتطلع بكام. ها شوفوا كده كده، وحد يقول لي كده ار 1 1 بكام وار 2 2 بكام. حد عارف؟ حد عارف يا شباب؟ ار واحد واحد هتبقى ار اف توازي مع ار اي واحد، توازي مع ار اي واحد. ليه؟ ما انا هخلي شورت سيركت على الاوتبوت. تمام. مش في شورت سيركت، ما هو ما فيش شورت سيركت، هم الاثنين اوبن سيركت. صح ده سيريس سيريس صح. بلاك بورد كده. ده نوع سيريس سيريس. انا هحاول ارسم لكم على الوايت بورد كده ونبدا ايه نشتغلها مع بعضنا كده ونشوف هتطلع ازاي. طيب الناس شايفه الوايت بورد كده يا جماعه؟ الناس شايفه الرسمه اللي انا برسمها دي؟ ايوه يا دكتور. تمام. ده ار اي واحد ودي الار اف. تمام. وده ار اي اتنين اهي صح كده. هتيجي حضرتك اول خطوه هتعمل اوبن سيركت من هنا خلاص، وهبص من هنا اهو. لما اجي ابص من هنا هشوف ايه بقى دلوقتي؟ لما اجي اعمل اوبن سيركت كده، لما اجي ابص من هنا هشوف ايه يا شباب؟ ها ار اف زائد ار اي 2. ايوه ار اف زائد مين؟ زائد ار اي 2 توازي مع مين؟ توازي مع مين؟ ار اي 1 مع ار اي 1. تمام تمام. لما اجي بقى ابص من هنا عشان اشوف المقاومه الثانيه هلاقي ار اف زائد ار اي 1 توازي مع ار اي 2. صح كده صح كده. يبقى احنا كده حسبنا ار 1 1، يبقى انا كده حسبت ار 1 1 وكده حسبت هنا من هنا مين؟ ار 2 2. خلاص.
يبقى R1 واحد واحد هي عبارة عن الـ RF توالي مع RE2 توازي مع مين؟ مع RE1. والتانية هتبقى عبارة عن RF توالي مع RE1 توازي مع مين؟ توازي مع RE2. ويبقى أنا كده جبت مين دلوقتي؟ جبت المقاومتين R1-1 و R2-2. خلاص؟ طيب لو عايزين بعد كده نحسب اللي هي البيتا، ارجع للرسمة كده شوف أنا بحط البيتا إيه عشان أحسب البيتا. أنا بقول لك حط إيه دلوقتي عشان تحسب البيتا، حط فين التيار؟ هتحط التيار هنا هو كده كده أهو، تحط مصدر من هنا كده كأنك عاوز تحسب الاي اوبوت. مش ده الخارج بتاعك؟ انت بتاخد ايه تيار؟ انت بتاخد من هنا تيار صح، كأن هنا اهو في مصدر تيار هنا اهو اسمه اي او داش، وعندك من هنا الجهد اللي راجع اسمه الفي اف. خلاص، وعايزين نجيب علاقة ما بين الاتنين دول. ها عايزين نجيب علاقة ما بين الاتنين دهم. ها عايزين حد كده يقول لنا العلاقة لما بينهم تيجي ازاي. يعني عايز اجيب يا دكتور، مش الاي او داش ده هيتوزع على المقاومتين؟ صح، وبعد كده نعمل كارنت ديفايدر. صح تمام، صح كده صح كده. هقول كده اهو انا عايز اجيب البيتا اللي هي علاقه ما بين الفي اف والاي او داش. خلاص كده هقول ان الاي او داش داخل من هنا صح كده، هيتجزأ جزء هنا وجزء هنا، هنسمي ده اي واحد مثلا باي مسميات، اي واحد وده اي اتنين. خلاص، واي اتنين ده لما يجي يمر هيمر هنا، هيمر كله ويلف هنا اهو. يعني ممكن اول خطوه تقوم قايل على طول ايه، ان الفي اف بتاعتك اصبحت بتساوي ايه دلوقتي؟ الاي اتنين مضروب في مين؟ مضروب ار اي ار اي واحد. خلاص كده. طب اي اتنين ده يبقى عباره عن ايه؟ ده يبقى عباره عن جزء منين؟ الاي اوبوت داش صح كده. تقوم قايل ان الاي اتنين ده اهو عباره عن الاي اوبوت داش اهو ماشي كده، مضروب في مين بقى؟ في المقاومات اللي ما مرش فيها التيار اي اتنين. مين اللي ما مرش فيها اي اتنين ده؟ ار اي اتنين. ار اي اتنين على مين؟ على مجموع المقاومات اللي موجودة كلها، يبقى ار اي اتنين زائد طبعا ار اي واحد، طبعا انا الكتابة بس صعبة شوية، زائد الار اف. ماشي شباب كده خلاص. ويبقى انا كده جبت التيار اللي هو اي اتنين، لما تيجي تعوض هنا بالقيمة بتاعته يبقى انت كده جبت العلاقة بتاع مين؟ الفي اف مع مين؟ يبقى انا كده جبت العلاقه الاي اوبوت. يبقى انا كده جبت العلاقه ما بين في اف واي اوبوت داش، ويبقى اللي هي اصلا اللي انت عاوز تجيبها اللي هي مين؟ بيتا. يبقى انا كده حسبت البيتا. خلاص تمام كده، سهله ولا صعبه؟ ها سهله كده ولا صعبه؟ لا تمام تمام، حسبنا الكلام ده كله. طيب ايه الخطوه اللي بعدها؟ يعني بعد ما حسبت ار 1 1 وار 2 2 اروح اعمل ايه بعد كده؟ جيب ار انبوت وار اوبوت. بس لا، تجيب الـ A الاول. احنا قلنا عشان اجيب لازم انا اجيب الـ A الاول اللي هو الجين اللي اسمه الـ A الأول. صح كده تمام. ازاي الـ A بيجي؟ انا ارسم الموديل الرئيسي بتاع الدايره وازود عليه ار 1 1 وازود عليه مين كمان؟ ار 2 2. راح ازود عليه ار 1 1 وار 2 2. نقفل بقى ده، نقفل الشيرنج ده ونفتح الايه الرسمه اللي هو ليكشر 3 ماشي كده، اللي هي خد بالك بقى هو طبعا في الكتاب ما بيشرحش الكلام ده، فانا حاولت ان انا ايه اعمل لكم الرسم مش عارف ايه. خلاص الرسم اهي، لو بصيت طبعا حاولوا طبعا انتوا بقى مع نفسكم كده هتحاولوا تجيبوها. انا رسمت الثلاثه ترانزستور، انا الترانزستور الاولاني ولا الترانزستور الثاني، اكبر بس الصوره عشان تشوفوها. بصوا انا رسمت الترانزستور الاولاني الموديل بتاعه، الترانزستور الاولاني اهو الموديل بتاع الترانزستور الاولاني. خد بالك واحد هيقول لي يا دكتور انت حاطط جي ام في الفي باي، لان ده كان من المرجع. انت بس هنا هتسميها ايه؟ بيتا اي بي، وهنا ده اسمه ايه بدل في باي اسمها ايه؟ اي بي. بس هتعيد انت الرسم تاني، بدل جي ام في باي هتحطها بيتا اي بي.
خلاص. والفي باي ده هي اي بي في الار اي، الار باي دي هي ار اي، مسميات بس. فهتيجي ترسم الموديل بتاع الترانزستور الاولاني والموديل بتاع الترانزستور الثاني وده الموديل بتاع الترانزستور الثالث، خلاص. وحطيت كل الحاجات بدون الفيدباك، الفيدباك اهيت مع حضرتك. لو جيت بصيت من هنا، لو مررت التيار من هنا، هتلاقي ان ار اف 1 توالي مع ار اي 2 توازي مع ار اي 1، ده اللي ار 1 اللي حضرتك حسبتها. بدل مش عاجبك اللي انا حاطه ده، حط ار 1 خلاص. مش عاجبك شيل دول كلهم وحطهم ار 1 1 سيريز. هنا حط ار 2 2 سيريز، حط من هنا ار 2 2 سيريز. طيب عاوزين نحسب، عاوز احسب ايه؟ فقال لك الايه هو الجهد اللي على المقاومه اللي اسمها ار سي، ده هوت اللي في الخارج اللي هو في اوت بوت ده، على الفي ام بوتيشن، على الفي ام، على الفي ام بوتيشن. خدوا بالكم الناس اللي مش عارفه ار باي، هتلاقيني كاتب لكم القوانين كده فوق. ار باي كاتبها تساوي بيتا ار اي، وكاتب لك اتش اف اي هي البيتا، وكاتب لك الجي ام في باي هي بيتا اي بي، عشان بس ايه المصطلحات تمشي مع بعضها زي ما انت ايه زي ما احنا متعودين. طيب عاوزين بقى نجيب علاقه، شوف كده الشباب بقى عاوزين نجيب علاقه ما بين الفي اوتبوت من الخارج خالص لحد الدخل اللي هو في ام بوداش، اجيبهم. حد يعرف كده يقول لي همشي ازاي الرسمه دي؟ ها عاوزين نحسب الاي، حد يعرف يا شباب؟ انا شايف السلسله هتعمل سلسله كم مره؟ ثلاث مرات. اول حاجه هجيبها من الفي اوتبوت على الفي اللي هي هنا دي اللي هي الفي انبوت او في 800، يعني هجيب في اوتبوت على في 2، وبعدين تجيب في 2 او في كوليكتور 2 على في كوليكتور 1، وبعدين تجيب في كوليكتور. طب في اوتبوت من هنا هتطلع بتساوي ايه بقى؟ لو ده بقى اسمه بيتا اي 3 او بيتا 3 في اي بي، هما طبعا بيتا كلها واحده والاي بي كله واحد. انت ممكن تقول ان هو ثاني. طيب لحظه وانا هلف لكم الصوره، لحظه هقفل ده خالص، لحظه هقفل السلايدز دي واجيب صوره والفها لكم. حاضر، اوقف الشيرنج ده وافتح صور احسن عشان تشوفوها. الناس شايفة كده الصورة شباب؟ شايفين الصورة يا رجالة ولا ايه؟ ايوه تمام. تمام كده. بص بقى اللي انا بقول عليه ايه؟ ان انا هبدأ اجيبها ازاي؟ هبدأ من الاول خالص هنا، اجيب الخارج من اخر نقطة لحد اول نقطة، ماشي؟ طب لحظة بس ارد على التليفون وارجع لكم تاني. بص بس على الرسمة، ها رجاله معلش انا اسف، الرسمه لسه واضحه معاكم؟ ها يا مصطفى، واضحه يا مصطفى ولا ايه؟
واضحه. يلا نشتغل عليها. عايزين نحسب زي ما بقول تاني، عايزين نحسب الخارج من على المقاومه الار سي 2 لحد الانبوت اللي داخل عند حضرتك ده. زي ما انا قلت انت هتمشي قاعده سلسله كده. افترض زي ما انا بقول لك ده بيتا اي بي مش جي ام في باي، والار با ار ار اي واللي بيمر فيها اي بي، خدت بالك كانك الحاجات اللي انت شغال بيها عادي. طب لما اجي اخد في اوتبوت على الفي سي 2 هقول ان الفي اوتبوت بتاعي بيساوي سالب بيتا اي بي مضروب في ار سي 2، يعني ده اول حاجه في اوتبوت. طيب وفي سي 2 بتساوي كام؟ ها لو عايزين بقى عشان نمشي عليها، احنا عايزين في اوتبوت على الفي سي 2. احنا قلنا الفي اوتبوت دي عباره عن بيتا اي بي في الار سي 2. طيب عايزين نحسب في سي 2 بتاعتك بتساوي كام؟ حد يعرف يقولها لي؟ ار اي توازي مع بيتا ار، بيتا ار 2 2. بيتا ار 2 2 صح، يعني هتقول اي بي مرر هنا والفي سي 2 هو اللي على الفرع كله، بس في مقاومه في الـ الـ في الاميتر لازم تطلع للبيس تنضرب في بيتا زائد 1 او بيتا يعني. فقمت قايل واخد ار 2 2 دي ضاربها ببيتا بقت بيتا ار 2 2، وباقي التوالي مع ار اي اللي هي هنا اسمها ار اي 3 واقوم ضربهم في اي بيز اللي مرر فيه، ويبقى انا كده جبت ادي اول بي سي 2. هقسم الاثنين على بعض بجيب اول علاقه. طيب عاوزين في سي 2 مع بي سي 1، ها بي سي 2 تاني بتساوي كام؟ ممكن اقوم قايل ان هي اللي هو بيتا اللي هنا اللي في الترانزستور الثاني في الاي بيز بتاع الترانزستور الثاني مضروب في كل البرانش بقى اللي هو ار سي 2 توازي مع البرانش اللي وراها اللي هو ار اي 3 زائد بيتا ار ار 2 2، يبقى انا جبت البرانش ده. ونفس القصه الناحيه الثانيه هيبقى اي بيز مضروب في ار اي 2 واقوم قاسم الاثنين على بعضه واقوم رايح نفس الكلام على الاولين. وبعد ما تربط العلاقات دي كلها مع بعضها حضرتك هتوصل لمين؟ للاي. طيب بعد ما وصلت للاي يبقى انا كده معايا الاي والبيتا، عاوز احسب ار انبوت اف. اجيبها ازاي ار انبوت اف؟ ار اي اف انت خد بالك سيريز، انت الاول سيريز، ما دام سيريز يبقى الار اي اف بتساوي ار اي في واحد زائد الاي بيتا. طب الار اي من هنا شايفها بتساوي ايه من ناحيه الدخل؟ الار اي من ناحيه الفي انبوت داش اللي جنب الفي انبوت داش شايفها بتساوي ايه؟ اللي هي ار اي التوالي، توالي مع بيتا في ار 1 1، توالي مع بيتا في ار 1 1، والار او هي ار سي 2 بس، الار او هي ار سي 2 بس. ويبقى انا كده جبت ار اي اف وجبت ار او اف، يبقى اقدر اجيب ار ان وار اوت ان انا اطرح الار اس واطرح مين؟ الار اوت اللي انت ايه جبتها. خلاص ويبقى دي حل المساله. مسائل سهله ولكن هي خطوات ثابته، ولكن هي طويله شويه، ولكن هي ايه طويله شويه. انا ممكن اقف معاكم لحد هنا، انا عارف ان الكميه صعبه، بس المسائل مش هينفع تتحل من غير ما تحل بايدك، مش هينفع تتحل غير لما حضرتك تقعد تحل بايدك. هل الكلام صعب ولا صعب ولا سهل؟ بس انت معتمد على الفات يا ريت الناس هم احنا خدنا مسالتين النهارده، اقعد حل فيه، اقعد حل فيه. الشيت كله مسائل، الشيت كله عباره عن مسائل بالشكل ده، الناس كده تقعد تحل بيه. احنا كده خدنا اول نوعين، هيبقى فاضل لنا نوعين تانيين ممكن ناخدهم في المحاضره الجايه، يعني ممكن. ها تمام تمام يا عيد حاجه تانية يا شباب دكتور؟ تاني الجدول اللي هو ناقص في الاول دون اللي بيحدد لي الجدول اللي في الاول خالص. بص بص الجدول اللي في الاول خالص، اول صف ده الفولت وده التيار، مش كده فولت وايه وتيار. لما تلاقي فولت من ناحيه الدخل اعمله شورت سيركت، لو لقيت فولت في الخارج اعمله ايه، اسف لو لقيت فولت في الدخل اعمله اوبن سيركت، لو لقيت فولت في الخارج اعمله شورت سيركت. يعني ايه؟ يعني حاله الشورت دي معناها ان في جهد في الداخل وفي جهد فين؟ في الخارج، صح كده؟ انها فولتج امبليفاير زي ما انا كاتب كده، كاتب فولتج وفولتج، صح؟ طب ما دام فولت في الداخل وفولت في الخارج انا هعمل اوبن سيركت واعمل ايه؟ مره اوبن ومره شورت، وده اللي انا عامله، مره شورت سيركت في الرسمه اللي قدامك ومره اوبن سيركت. يعني تبص على النوع بتاعك جهد ولا تيار في الخارج؟ لو جهد في الداخل، لو جهد في الداخل يعني شنط مثلا لو سيريس في الدخل حضرتك جهد هتروح تعمله ايه؟ اوبن سيركت من ناحيه الفيدباك. لو هو جهد في الخارج اعمله شورت سيركت.
والتيار العكس، والتيار حالته العكس. طب يا دكتور، هو في الخارج شنط عشان خاطر عايزين نرجع الفولت كله والفيدباك هتبقى تاخد منه جزء، طب في الدخل هو سيريز وفولت برضه ليه؟ عشان تطرحه برضه، عشان تطرح منه، لان ما ينفعش اوصل برل، لان الجهد انا عارف ان هو تمام. عشان يطرح ينجمع لازم يتوصل ايه؟ سيريز. يا اما يتوصل في نفس ونغير العكس، نغير البولاريتي بقى بتاعه. بالظبط كده، الله ينور عليك. ها كلام سهل اهو، بس عاوز حضراتكم تمشوا ايديكم فيه علشان تقدروا ايه تفهموا حلول المسائل. عيد تاني. تمام. عيد تاني يا شباب. تمام. المحاضرة الجاية بقى مصطفى. الشيت انا هنزله للبشمهندس نورهان، هي تعرف حل. تمام. او هرفعه لكم حتى كمان على الفيس، مش مشكله، هرفعه لكم برضو على الفيس معاكم يعني كمان نص، مفيش مشكله. ماشي تمام كده. ماشي، المحاضره الجايه اونلاين صح كده، مش هروح الكليه نقول لها نازلين. لا هي خلاص اونلاين. لا دكتور اونلاين صح كده. ان شاء الله. طيب خلاص، يبقى احنا معادنا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله. الريكورد بس يا دكتور بعد اذنك. هوقف الريكورد حالا.